Good morning my student. اليوم يا ثاني راح نبدا بلسن 2 من كتاب Pupil's Book page number 66. افتح كتاب الطالب صفحه رقم 66. ريد، هون يا مس عندي يا مس مجموعه من الصور، بدي احكي يا مس عن كل صوره. In picture number 1 شو بحكي لنا يا مس؟ I want a hat. I want a hat، يعني انا اريد قبعه. Because the weather is hot. Look at picture 1. What's the weather like؟ كيف حالة الطقس يا ابو يا ثاني؟ The weather is hot. The weather is hot. الطقس حار. في مثل أن الطقس حار ما تحمل. شو حكى لنا؟ I want a hat. I want a hat. أنا أريد قبعة. In picture number 2. Look at picture number 2. What's the weather like? It is rainy. It is rainy. إن الطقس إنه ماطر. هاي مثل شو بحكوا لنا؟ We want pots. We want pots. مس شو بحاجة لإيش؟ لا pots، لحذاء. Number picture number 3. They want some gloves. They want some gloves، يعني نحن بحاجة إلى gloves، القفازات. طلع هون يا مس كيف مخبي إيديه من البرد. فشو يا مس هم بدهم gloves، قفازات، لأنهم هون صنعوا لنا يا مس snowman، صنعوا رجل الثلج، فحسوا بالبرد فحكوا لنا انهم بدهم يا مس some gloves، بعض القفازات. In picture number 4 هون شو بتحكي لنا؟ She wants a scarf، هي بحاجة إلى scarf. شو حكينا يا مس scarf؟ شو معناها؟ scarf بمعنى لفحة. هاي هون يا مس. This is a scarf. Scarf لفحة. The weather is windy. The weather is windy. الطقس هنا عاصف. In picture number 1, 2, 3, 4, 5. He wants a coat. He wants a coat. Look at picture. The boy is cold. هون يا مس الولد يشعر بماذا؟ يشعر بالبرد. He wants a coat. بحاجة إلى معطف. Coat معطف. تمام. هون شو بحكينا يا مس؟ Make sentences about yourself then your friend. هون يا مس بدك تحكي عن حالك، انه انت يا مس بالبداية I want، انت بحاجة لشو؟ My friend wants، وايضا صديقك تحتاج لشو؟ مثلا يا مس انا بدي احكي عن حالي I want، انا بدي I want for example a coat. I want a coat. But my friend wants gloves. بحاجة إلى gloves. صديقي بحاجة إلى قفازات. I want a coat. My friends want gloves. تمام يا رابع؟ يا ثاني؟ سوري. هون يا مس نكتب لك معاني الكلمات. Number one، لما حكت إلنا I want a hat. hat بمعنى قبعة. قبعة. In picture number 2 we want pots. pots اللي هي يامس حذاء. pots حذاء. They want some gloves. gloves قفازات. picture number 4 he wants a coat. coat بمعنى معطف. number 5 she wants a scarf. scarf بمعنى لفحة. عندي هون يامس ايضا الفعل verb want او want. want بمعنى يريد. هون يامس بدي اشرح لكم مو على القاعدة بسيطة على الفعل want، رح ناخذها بكتاب التمارين. Open activity book page number 68. In exercise number 1 open activity book page number 68. Exercise number 1 بحكي لنا هون يامس fill in want or wants بإضافة الأس. مس هون كيف بدي أحل؟ كيف بدي أعرف هون الجمل يعني شو بدها؟ شو نستخدم want or wants؟ عندي يا مس الفعل want
متى بستخدمه يعني متى يمس يبقى مجرد من دون حرف الاس، ومتى بنضيف للفعل اس وونت. لما يكون عندي الفاعل في الجملة اسم مفرد مثل مازن، سامي، هاني، هاي أسماء مفردة، بستخدم وونت يعني يمس شخص واحد، هاي يمس الاسم المفرد، أو شي أو هي أو إت لما يكون الفاعل اسم مفرد، أو هي شي إت بنضيف للفعل أس وونت. متى يمس يبقى الفعل مجرد من دون أس؟ بدي أركز على الفاعل في الجملة. لما يبدأ الفاعل بالجملة باسم جمع for example the boys الأولاد، سامي أنت هاني اسم شخصين يامس وشخصين وأكثر، بحكي اسم جمع I we you و they. يامس لما يبدأ الفاعل، لما تبدأ الجملة بفاعل، الفاعل كان they أو you أو we أو I أو أي اسم جمع، يبقى الفعل كما هو ما بنضيف له أس. تمام؟ خلي يامس هيكتب لي دفتر النسخ وانتبه عندي على الجمل. نمبر 1 بحكي لك مازن a toy، مازن want or want. عندي هون مازن اسم إيش يامس؟ برافو. الثاني اسم مفرد شخص واحد، أنا يامس مش متذكرة الاسم المفرد بده want ولا want. صح حكيت لك هون يامس الاسم المفرد بنضيف له أس، مازن want، مازن want a toy. نمبر 2 سامي and هاني. عندي هون يا رأي ثاني اسمين شخصين، ولما يكون عندي شخصين شو بحكي عنه؟ اسم جمع. سامي and هاني blue bags want or want. هون عندي مثل اسم الجمع مع الاسم الجمع want. سامي and هاني want blue bags. Number 3 the boys want or want gloves. The boys الأولاد اسم جمع زي هون يا مس، الأولاد اسم جمع want. حكينا قبل شوي إنه الاسم الجمع ما بده أس، إنه الأولاد يريدوا gloves قفازات. لانا a sweater، لانا اسم مفرد، لانا want. Number 5 my brother أخي، أخي شخص واحد اسم مفرد want، سوري want بإضافة الأس، برافو يا ثاني. My brother أخي اسم مفرد want a coat يريد معطف. My mother أمي، أمي أيضا مفرد. My mother wants a white scarf بدها يمس لفحة لونها أبيض. هون يمس my mother اسم مفرد. تمام يا ثاني؟ ثاني يمس لما يكون عندنا اسم مفرد she he it بنضيف للفعل أس want، لكن لما يكون عندي اسم جمع I we you أو they يامس يبقى الفعل كما هو. تمام؟ هون بحكي لك يامس إن exercise number 2 write about yourself what do you want، ماذا تريد. هون يامس هذا السؤال موجه إليك يا ثاني، أنت يامس بدك تحكينا شو الأشياء اللي أنت بتحبها أو بدك إياها. For example I want an ice cream، أنا بدي الآيس كريم، بدي أكمل يامس أعطي جمل. For example I want a milk. ممكن يا ثاني تحكي لي بدك يامس milk حليب، نكتب يامس I موجودة want a milk. غير الملك يامس غير الحليب شو بدنا؟ I want for example popcorn a popcorn. Number 3 or 4 ممكن تحكي لي مس I want a toy، أنا بدي لعبة. هون يا ثاني هذا السؤال يا مس إلك، أنت شو بتحب شو بتفضل بتكتب لي. تمام يا رأي ثاني؟
بعد يا مس ما تكمل نقل الإجابة على الكتاب، أتمنى يا مس منك تبعتي الإجابة على الواتساب حتى نقيم علامة المشاركة، ويعطيكم العافية.